نشوفك. الله يسعدك. بفضل قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى رقمنة القطاع، تعرف مراكز التسجيل الخاصة بالطلبة الجدد إقبالاً محتشماً، حيث أن الطالب بقدرته التسجيل عن بعد عبر منصة البروغرس بصفر ورقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب جامعي جديد، اليوم جيت هنا الإدارة مقاومة الحمد لله، جيت باش نسجل سؤال